إذا متابعينا الكرام، مباشرة بعد الزيارة التي قام بها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية إلى موريتانيا، ومباشرة كذلك بعد العملية الإرهابية اللي وقعت في مدينة أسمارة واللي قام بها مرتزقة البوليزاريو انطلاقا من شمال موريتانيا، وهذه المسألة سبق وأكدت عليها أكثر من مرة. فمباشرة بعد الزيارة اللي كتشوفوها أمامكم اللي قام بها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، نظام حضارة الجزائر يرسل وفد عسكري أعلن عنه يوم أمس إلى موريتانيا. وفي الغالب متابعينا الكرام، نظام حضارة الجزائر يحاول الضغط على موريتانيا من أجل التراجع على التفاهمات اللي قامت بها مع المغرب وفيما يتعلق بشمال موريتانيا لضبط شمال موريتانيا من تسلل مرتزقات البوليزاريو وكذا الجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى وكذلك جماعات التهريب. إذ قامت موريتانيا بعقد مجموعة من التفاهمات مع القوات المسلحة الملكية المغربية، من بينها السماح للقوات المسلحة الملكية المغربية باش أنها تقوم بمطاردة أي عناصر من مرتزقات البوليزاريو ويتم رصدهم في شمال موريتانيا واستهدافهم إن كانوا يتعلق الأمر بمخطط إرهابي يستهدف الأمن القومي المغربي. فالآن نظام حضارة الجزائر أرسل وفد عسكري إلى موريتانيا من أجل الضغط على الموريتانيين، من أجل التراجع على هذا المسائل. باش تعرفوا متابعينا الكرام ان الهضره اللي قلت لكم في الاول والمعلومات اللي جبت لكم في الاول ها هي يتضح على انها صحيحه 100%. نظام حضاره الجزائر يدفع مرتزقه البوليزاريو الى شمال موريتانيا من اجل محاوله الدخول للمنطقه العازله والقيام بعمليات ارهابيه على شاكله العمليه اللي شفناها في مدينه أسمارة. وبالتالي متابعينا الكرام، ها هي الامور اصبحت واضحه بشكل اكبر واصبحت واضحه بشكل يعني يؤكد لنا تورط نظام حضاره الجزائر في استغلال الاراضي ديال شمال موريتانيا، اللي بطبيعه الحال الجيش الموريتاني ما عندوش القدره على انه يقوم بضبط هذه الحدود اللي هي شاسعه. وحنا كنعرفوا بان الجيش الموريتاني هو جيش ضعيف ما عندوش قدرات عسكريه كبيره باش انه يضبط الحدود ديالو، وبالتالي نظام حضاره الجزائر كيدفع بالمرتزقه نحو شمال موريتانيا باش انهم يلقاو شي ثغره باش يدخلوا للمنطقه العازله وبالتالي يقوموا بهذا النوع من العمليات الارهابيه. لكن الان متابعينا الكرام، في ضوء الزياره اللي قام بها المفتش العام للقوات المسلحه الملكيه الى موريتانيا، تم التفاهم على مجموعه من النقاط ومجموعه من الضوابط، لانه اذا كانت هناك عمليه ارهابيه تنطلق من الاراضي الموريتانيه فهذا كيتسمى اعتداء من الاراضي الموريتانيه او اعتداء من موريتانيا على الامن القومي المغربي. وبالتالي القوات المسلحه الملكيه المغربيه اوفدت وارسلت رساله واضحه جدا للجانب الموريتاني باننا لن نتساهل مع هذه المسائل ومع هذه يعني الامور الخطيره جدا اللي كتوقع في شمال موريتانيا. الان نظام حضاره الجزائر كيحاول يدفع الموريتانيين باش يتراجعوا على التفاهمات اللي قاموا بها مع القوات المسلحه الملكيه المغربيه، وسواء تراجعوا ولو قاموا على هذه التفاهمات متابعينا الكرام فنحن لن نتهاون مع استهداف او على استهداف اي محاوله من مرتزقه البوليزاريو كتجي من شمال موريتانيا او من هذه المناطق او كيحاولوا يتسلوا الى المناطق العازله انطلاقا من شمال موريتانيا، مهما كان هاد الجماعات سواء كانت جماعات ارهابيه او سواء كانت مرتزقه البوليزاريو اللي غادي يحاول يستهدف المغرب انطلاقا من شمال موريتانيا غادي نقوموا باستهدافه حتى وان تطلب الامر ان نقوم بقصف شمال موريتانيا. الان هناك تفاهمات، الموريتانيين متفاهمين هذه المساله هذه، بطبيعه الحال غادي يكون هناك تنسيق ما بين الجيش المغربي والجيش الموريتاني. الان هناك محاولات من طرف نظام حضاره الجزائر باش انه يعرقل هذه التفاهمات، من الصعب على ان نظام حضاره الجزائر يقوم بعرقله التفاهمات لان المساله فيها ضبط للحدود الموريتانيه، فان كانت موريتانيا عاجزه عن ضبط حدودها فاليوم عندها فرصه باش تضبط الحدود ديالها في الشمال عن طريق طبيعه الحال المساعده اللي غادي يقدمها او اللي غادي تقدمها القوات المسلحه الملكيه المغربيه. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل. الى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.